انا عاشقه للغناء يعني، فحريصه ان انا اجي اشوف مين اللي هيكسب، لان احنا محتاجين في الفتره دي بالتحديد ان يبقى في ذوق عام للاغنيه مختلف الحقيقه يعني. يعني بقت الاغنيه اغنيه الفاست فود زي الفاست فود، تسمعيها وتنسيها، لكن اغنيه تعلق زي اغاني زمان، بدليل زي عماله تشوفي الاغاني بتاعت توزيعها القديمه والاغاني الشعبيه القديمه هيرجعوا يغنوها تاني. فمحتاجين بقى الذوق يبقى حلو، يبقى فيه منافسه شريفه، فيبقى فيه غيره فنيه حلوه، واحنا اللي في الاخر يبقى المصلحه لينا، احنا نسمع حاجه حلوه ودننا تتذوق حاجه حلوه. السنه اللي فاتت في ليالي الحلميه صراحه فاجئتينا ونورتينا، وحابين ان نشوفك تاني في اعمال تانية. يا ترى في اعمال تانية؟ لا، ليالي الحلميه ده كان دوري القديم دكتوره فاتن، فما كانتش مفاجاه يعني، كان طبيعي ان انا اكمل الشخصيه بتاعتي عشان ما حدش غيري يعني يستثمر نجاحي القديم. كنت بحضر برنامج جديد، بس الحقيقه والدتي تعبت شويه، فالله يسلمك، فانشغلت بيها، ربنا يسهله بعد العيد هنرجع حاجة حلوة، عمل درامي وبرنامج وكل حاجة بإذن الله. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب رمضان كريم علينا كلنا، وربنا يتقبل مننا الصيام والدعاء والصلاة، وعيد سعيد كمان إن شاء الله.